نروح بقى مع حضراتكم لخبر حزين، هو للأسف الشديد وفاة الرباع البارالمبي طارق مصطفى وهدان صاحب الميدالية الذهبية في بطولة العالم الأخيرة بالمكسيك بعدما تعرض لوعكة صحية. طبعا بطبيعة الحال كل الأجهزة الرياضية نعت هذا اللاعب، ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويلهم أسرته الصبر والسلوان. طارق وهدان كان اتولد مصاب بفتء في العمود الفقري وده سبب له ضمور في الجزء السفلي كاملا، ولكن هذا الأمر يعني ما منعوش من ان هو يكون بطل بالمعنى الحرفي للكلمة. رغم كده حقق انجازات كبيرة جدا، ابرزها حصوله على جائزة افضل لاعب ناشئ في العالم عام 2017، وطبعا تتويجه بالميدالية الذهبية لوزن 97 كيلو في بطولة العالم بالمكسيك في ديسمبر الماضي. عايزين نقول كمان ان اكيد رياضة رفع الاثقال البارالمبية حققت لمصر 6 ميداليات في دورة الالعاب البارالمبية الاخيرة بطوكيو بواقع 4 فضيات وميداليتين برونزيتين. ربنا يرحم طارق وهدان ويصبر أهله، اللهم آمين.